جولة جديدة، والزعيم هلال القدس في نزال قوي هذه المرة أمام شباب السموع. اللقاء بدأ كما العادة، مساعي الزعيم هلال القدس واضحة منذ البداية، محاولات الزعيم استمرت من البداية. غير أن شباب السموع سجل هدفا مباغتا بهذه الطريقة. بعد الهدف محاولة الزعيم استمرت، وفي الشوط الثاني دخلت كتيبة المدرب عمار سلمان لتؤكد للجميع أن ما حصل في الشوط الأول لن يتكرر. محاولات هنا ومحاولات هناك، حتى جاء الهدف الأول بهدف سميناه سابقا على طريقة ترابين أبو وردي، صناعة عالمية من موسى ترابين وتسجيل رائع كالعادة من الصاروخ مودي أبو وردي. وبقي ضغط الزعيم حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. حتى عاد من جديد الصاروخ الهلالي أبو وردي ليسجل هدف الفوز. فوز للزعيم في توقيت هام وعلى فريق منافس، يؤكد للجميع أن الزعيم هلال القدس عرف من أين تؤكل الكتف. نهاية الحكاية أمام السموع. الجولة القادمة نلتقي، وفوز جديد يسجل للزعيم بإذن الله. سلام.